بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم في جامعة ميد أوشن برنامج ماجستير الذكاء الصناعي. معكم دكتور ياسر عبد الحميد، أستاذ مشارك في جامعة القاهرة في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي. إن شاء الله خلال الفصل الحالي هندرس مع بعض مقرر السوفتوير انجينيرينج أو هندسة البرمجيات. الحقيقة أن صناعة البرمجيات تعتبر من أهم الصناعات في العصر الحالي، ولعل أكبر دليل على ذلك أن أكبر الشركات العالمية هي شركات برمجيات زي شركة جوجل ومايكروسوفت وغيرها من الشركات اللي أعمالها يعني بتقيم بمئات المليارات وممكن أكتر من كده. الكورس اللي احنا هندرسه إن شاء الله في الترم الحالي بيتناول هندسة البرمجيات، بمعنى ازاي ان احنا بنبني السوفت وير برودكت بطريقه منظمه وطريقه يعني تلبي طلبات العميل اللي طالب السوفت وير ده. هو هندرس من خلال الكورس ده هو الفاندمنتالز اوف سوفت وير انجينيرنج ذات انكلودز سيستم ريكويرمنتس، ازاي ان احنا بناخد الريكويرمنتس بتاعت العميل وازاي ان احنا نختار الابروبريت انجينيرنج ميثودولوجي او بروسيس اللي هننفذها علشان نوصل لنتيجة أو أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة للـ software product، إن إحنا إزاي إن إحنا نستخدم effective methods of design and coding and testing الـ software، هو إزاي إن إحنا نعمل تطوير للبرمجيات، إزاي إن إحنا نتأكد من إنها تعمل بطريقة سليمة، وإزاي إن إحنا طبعا البرمجيات ما هيش بتبقى واحد بس اللي بيعملها، ده بيبقى تيم كبير جدا، قد يكون بعض الأحيان يعني بيتعدى أعداد المبرمجين أعداد بتبقى كبيرة جدا. تخيل مثلا برنامج زي مثلا مايكروسوفت أوفيس ده هو بيشتغل فيه كام بروجرامر في نفس الوقت، أو التيم بتاع الديفلوبمنت بتاعه بيبقى كام واحد؟ طبعا بيبقى عدد كبير جدا. طبعا ده بيبقى محتاج زي نوع من انواع المانجمنت علشان نتاكد انه البرودكت ده هو هيطلع بشكل سليم، وان هو مش هيبقى فيه تضارب في اعمال التيم ده هو مع بعض. طبعا هندرس من خلال الكورس بتاعنا ازاي ان احنا بنتابع السوفت وير لايف سايكل بتاعتنا، ابتداء من ان احنا نحدد الريكويرمنتس لغايه لما في الاخر ان احنا بنسلم البرودكت للعميل حسب رغباته. مع نهاية الكورس ده الطالب هيبقى قادر ان هو explain the different processes بتاعت software development وايه اللي بيتم في كل process منها، ازاي هو ان هو يعمل design للsoftware كامل وان هو يعرف الباترنز بتاعته، ازاي يعمل design patterns، ازاي ان هو يعمل elicitation او استقاء لل requirements، ان هو يعرف ال requirements بتاعت الكلاينت وان هو يحددها ويعمل لها documentation،
ازاي ان هو يدمونستريت فيريس كواليتي اشورنس تكنيكس، ازاي يتاكد من الكواليتي بتاعت السوفت وير اللي هيتعمل له ديفلوبمنت ده عن طريق التستنج والفانكشنال تستنج واليونت تستنج. طبعا كل التولز ده هي احنا باذن الله او التكنيكس ده هي هندرسها بالتفصيل. ازاي ان هو يابلاي جود كودينج براكتسز including documentation, how to build contracts, regression tests. كل الحاجات دي هي طبعا ممكن تكون يعني جديدة أو expressions جديدة عليكم، لكن بإذن الله هندرسها بالتفصيل. دي ال plan بتاعنا بتاعت الكورس أو course plan. في الأول طبعاً بيبقى فيه general introduction about software engineering، يعني إيه كلمة software، وهل هي مثلاً بتختلف عن البروجرام، هل البروجرام هو نفس software، طب إيه هي محتويات software ده هو، طب بيتعمل إزاي، كل الحاجات دي ده هي طبعاً هندرسها في الانترودكشن. بعد كده هو هندرس بقى بالتفصيل software processes، إيه هي الactivities اللي بتتعمل علشان نبني software من الألف إلى الياء، إزاي إن إحنا بنستخدم different methodologies من أهمها الأجايل methodology، ودي من أشهر أو أكثر methodologies في الـ software development. هنستخدم إزاي نعمل requirements engineering، إزاي نتابع requirements بتاعت العميل، المتطلبات بتاعت العميل، إزاي نبني models system models architecture design، ازاي بنعمل design والimplementation، وازاي بنعمل testing. كل ده بإذن الله هندرسه من خلال الكورس بتاعنا. طبعا في الأسبوع ال 12 وال 13 بيبقى في revision والفاينل exam. الريفرنس اللي احنا هنستخدمه هو الكتاب بتاع software engineering بتاع يان سومرفيل، وهو يعني الكتاب الأشهر على مستوى العالم في تدريس الـ software engineering. طبعا مش هناخد الكتاب كله لأنه طبعا يعني كبير جدا، ولكن هناخد أجزاء منه. تقريبا هناخد الـ 8 chapters اللي في الأول، وده طبعا يعتبر من أفضل references، لكن مفيش مانع طبعا إن أنت تستخدم أي reference تاني إذا كنت عاوز تاخد تفاصيل أكتر أو تستزيد في معلومة معينة. دي طبعا الـ academic calendar بتاع الفصل الحالي. الفصل بيبتدي في 30 سبتمبر، وآخر موعد للاعتذار طبعا عن الكورس بيبقى يوم 28 أكتوبر. بداية الاختبارات بتبقى 23 ديسمبر، ونهايتها بتبقى في 30 ديسمبر. ودي الويكلي كالندر بتاعتنا. نظام العمل بتاعنا بيبقى بالأسبوع، كل أسبوع بيتم يعني رفع محاضرة مسجلة واختبار قصير. المطلوب منك ان انت تسمع المحاضرة وان انت تؤدي هذا الاختبار القصير. طبعا زي ما هنشوف بعد شوية انه الاختبارات ده هي اللي بتكون اعمال السنة بتاعتنا اللي بتمثل 80% من الدرجة بتاعتنا. في كل أسبوع إحنا بنلتقي يوم الأحد من الساعة 9 مساء حتى 10:30 مساء. بيبقى في حلقة نقاش، اللي عنده أي أسئلة أو أي استفسارات بيبقى طبعا ويلكم إن هو يحضر في الوقت ده هو. طبعا الحضور هنا بيبقى اختياري، مش شرط إنك تحضر، ولكن لو كان عندك أي
أسئلة أو أي استفسارات ممكن تحضر في الموعد المحدد قدامك. نيجي لأهم نقطة، طبعا كل الناس بتبقى حريصة إنها تاخد درجات عالية، فالأسسمنت عندنا بيتم على جزئين، جزء أعمال السنة وجزء اللي هو الفاينل إكزام. أعمال السنة بتتم على 10 اختبارات أسبوعية، كل منها بيبقى ليه 8 درجات، يعني 10 اختبارات كل اختبار عليه 8 درجات، تمام؟ المجموع بيبقى 80 درجة، بينما الفاينل إكزام بيبقى عليه 20 درجة. طبعا واضح جدا انك كل ما اهتميت بالاختبارات الاسبوعية كل ما كان تحصيلك للدرجات هيبقى ايه، اعلى بكتير جدا. نظام الدراسة في جامعة ميد اوشن بيبقى زي ما قلت لكم محاضرة مسجلة اسبوعيا بتظهر عندنا على نظام الليرنينج مانجمنت سيستم يوم السبت من كل أسبوع، والمطلوب منك إنك تحضر محاضرة وتحل الأسئلة أو الاختبار القصير اللي عليه. الاختبار القصير ده بيبقى عليه 8 درجات، وإحنا بنعمل 10 امتحانات، يبقى 8 في 10 ب80 درجة. حلقة النقاش زي ما قلت لكم بتبقى اختيارية، لو عندك أي أسئلة أو أي استفسارات ممكن تحضر في الوقت اللي إحنا حددناه، بينما الاختبار النهائي بيبقى 20 درجة من مجموع الدرجات بتاعتك. طبعا باقي النظام الخاص بالجامعة زي ما هو منشور طبعا على الويب سايت بتاعت الجامعة. أنا سعيد جدا إن أنا هكون معكم بإذن الله خلال هذا الفصل، وأتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نستمتع بدراستنا لمقرر الـ Software Engineering. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.